يا احمد الصادق وين؟ اه انت لابد هتقول شنو؟ نسو حبان قساكا نسو دعب اخونا عبد العال السيد الحاكم انت رواس ان شاء الله ما ينسو يا احمد يا اخوي قول يلا كانت يا ريت عامله لنا مشكله كل واحد من الشباب حافظه ويجيد الغناء بتاعه، لكن في الاخر عملنا لها جرعه وقعت على راس عاصم البنا فليقل. داري نعرف يعني قصتها مع ام سريه، بس لما دقيت الباب هاي ما دقيت الباب دخلت معاه صلاه الصبح، جيت متاخر هاي فقالت لي انت كنت وين؟ قلت لها والله انا كنت حايم غايته بألف في اغنيه بلحم فيها. قالت لي انت كل ما حتالف اغنيه حتبات برا. التريف هاي سالوني عن حبي انكرت ما قريت يا ريت يا ريت يا ريت لو كان حبيبي أبا وأعلن هواه صلاح كان وقاعد تحونا كرت ما قريب شافوه متخبين عيون تقول يا ريت يا ريت يا يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت لو كان حبيبي أبا وعلن هواه صراحة قال وانا يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت
اقدر اروح واصور الاحساس واقول كلام في الريح زي النجوم والماس. تعبت تعبت حروف ما سمعوا بيها الناس. سبت الكلام وبديت تاني وأقول يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت لو كان حبيبي أبا معي الله السلام كان الفؤاد ارتاح ولا قول كلام في الريت الناس. تعبت 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 هالجحوف سمعوا بيها الناس. سبت الكلام وبديت تاني أقول يا ريت لو كان حبيبي أبا وعلن وحضار الصلاة كان الفؤاد ارتاح ولا كنت وشيء. يا ريت يا ريت يا يا ريت يا ريت
الصحة والعافية يا أستاذ. الله يكرمك. يا ريت يا ريت كمان يا ريت. ايوه والله يا جماعه اشكركم جدا والله. محمديه انت وجميع الزملاء الاعزاء والحبر السليم وجميع الزملاء الاعزاء وهؤلاء الشباب الرائعين الجمال الذين ادوا بصوره رائعه وممتازه اشكركم جميعا وسعيد جدا بهذه الجلسات مع الصديق العزيز الفنان الكبير كمال ترباس. الله يكرمك. وسعيد جدا بانه أديته أداء طيب ومؤكد إن المشاهدين سعدوا بكم وبالأستاذ كمال وبهذا الأداء الجميل. شكرا لكم كمال ترباس. ربنا يطول عمرك يا حبيبي. الصحة والعافية. وأنا سعيد جدا وبشكر كل الحبايب والحلوين اللي أدوا غناكم. عشان كده أنا بقول الناس لازم تغني الغنى ذاته. أو هسه الحمد لله يجينا الناس حافظة لأنه بغنوا. لما تمنع الناس ما في دول حيغني لك. فده أنا بالنسبة لي بفتكر إنه يعني حسيت انه داب الليلة انه انا فعلا عملت عمل وعملت انتاج والناس بتغنيه وحافظينه. انا سعيد جدا وبشكركم وتحياتي لكل الاخوة الفنانين في اتحاد الفنانين وبقول لهم انا سعيد جدا للعودة بتاعتي معاكم وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين يا استاذ. الى اللقاء والغناء مستمر. السلام عليكم.